عمر محمد عمر خرشد، عازف جيتار وممثل ومنتج مصري، ولد في حي عابدين بالقاهرة. حصل على ليسانس الأداب قسم فلسفة، ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، وعمل مع فنانين كبار أبرزهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. ولد عمر خرشد لأسرة فنية عريقة، فوالده أحمد خرشد هو أستاذ التصوير السينمائي، أما والدته عواطف هاشم فكانت من سيدات المجتمع. بدأ عمر خرشد أعماله السينمائية بالعديد من الأفلام، نذكر منها على سبيل المثال فيلم ابنتي العزيزة الذي أخرجه حلمي رفلة، وقام ببطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له كانت في فيلم جيتار الحب أمام الفنانة اللبنانية صباح وملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق. كما اشترك عمر خرشد في فيلم أموت مرتين وأحبك وفيلم أعظم طفل في العالم وفيلم فتيات مراهقات وفيلم الدنيا نغم وفيلم سيدتي الجميلة وفيلم عندما يغني الحب وفيلم العاشقة وفيلم حتى آخر العمر بطولة الفنان محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم. كما اشترك في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني منها الخماسين، الحائرة، الآنسة وحبي أنا. توفي عمر خرشد في عام 1981 تاركا إرثا كبيرا من الأعمال الفنية.